فنبدأ بمثال على طول. نفترض عندنا truth table في 3 inputs، يبقى عندي 8 احتمالات او 8 سطور او 8 صفوف في التيبل ده. طيب نحط الفانكشن، نفترض انها برضو كانت given بالمنظر ده. الطريقة اللي احنا كنا هنشتغل بيها زمان، كنا هنعمل ايه؟ كنا هنطلع الفانكشن من هنا، تمام؟ كنا هنقول ان f بتساوي x بار y بار z بار or x بار y بار z or x بار y z بار، كده تطلع لنا معادلة كبيرة قوي، وبعدين نبدأ نختصرها باستخدام البوليان الجبرا. احنا هنا ممكن نختصر على طول نعمله بالكيماب، بس نملى التروث تيبل دي، نملى الكيماب. فهنبص على التروث تيبل، امتى الاف بتساوي 1؟ عند 0 0 والزد ب 0، اللي هي فين هنا؟ ادي الاكس والواي ب 0 0 والزد ب 0، ادي 1. اوكي، خلصنا دي. فين تاني؟ عند 0 0 والزد ب 1، يبقى 0 0 الزد ب 1. عند ال 0 1 والزد ب 0، ادي 0 1 والزد ب 0. اوكي، وعند كمان 0 1 والزد ب 1، اللي هي دي. وعند ال 1 1 زد 0، اللي هي دي. وعند ال 1 1 والزد ب 1، اللي هي دي. اوكي، يبقى أول خطوة بنعملها إن إحنا بنملى الكيماب من التروث تيبل أو من الفانكشن لو كانت جيفن في صورة فانكشن. يبقى أول خطوة هكتبها هنا، تمام؟ طب الخطوة الثانية نحن بنحاول نعمل جروبس، بجمع الوحايد دي جوه جروبس. اوكي، بس بشرط السايز بتاع الجروب يبقى 2 باور حاجه. يعني ايه؟ يعني السايز بتاع الجروب ممكن لو الان ب 0 يعني السايز بتاع الجروب ممكن يبقى 1 بس، او لو الان ب 1 السايز بتاع الجروب ممكن يبقى 2، لو الان ب 2 يبقى السايز بتاع الجروب يبقى 4، لو الان ب 3 يبقى 8، وهكذا. ما ينفعش بقى اخد جروب مثلا مكون من 6 وحايد، ما ينفعش، لازم يا 2 يا 4 يا 8. اوكي، ما ينفعش ناخد 6 ولا 5 ولا 3، الكلام ده كله ما ينفعش، لازم الجروب سايز يبقى 2 باور n. اوكي، يبقى الخطوه الثانيه ان احنا بنكون جروبس من الوانز. اوكي، بشرط يبقى الجروب سايز 2 باور n. اوكي، طيب هل ينفع يبقى عندي مثلا الشكل ده، في واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، اخد دول مع دول في جروب؟ ما ينفعش، لازم يبقوا الجروب اوف ادجيسنت وانز، الوانز دي يبقوا جنب بعض. يعني ايه؟ يشكلوا يا اما مربع او مستطيل، ما ينفعش اخد منظر بالشكل ده. اوكي، يبقى هنا فورم جروبس اوف جروب اوف وانز such that the group size 2 باور n، وبين قوسين كده هنحدد ادجيسنت وانز. طيب تعالوا نطبق الكلام ده هنا. في كمان حاجة ناخد بالنا منها، ان كل ما الجروب تبقى اكبر كل ما يبقى ده افضل. يعني ما ينفعش اخد جروب ابقى عندي قدامي جروب مكونة من 4 وحايد واقول لا انا هاخد 2 و2، لا، تاخد الجروب الكبيرة افضل، ان دي هتؤدي الى اوبتمايزيشن افضل في الفانكشن اللي طالع. يبقى هنا
البيجر جروبس ار بيتر. يبقى لما اجي ادور على جروب ما ابداش اشوف الاثنينات، لا ده انا ابدا من الكبير الاول. طيب احنا عندنا الكيماب دي فيها كام خانه؟ فيها 8. هل ينفع افكر في الثمانية الاول؟ ينفع اخد جروب من 8 وحيد؟ ما عنديش، هم كل اللي عندي 6 وحيد. طيب 8 مش نافعه، نفكر في الاربعات. ينفع اخد جروب من 4 وحيد؟ ممكن اخد الاربع وحيد دول مع بعض مثلا. اوكي تمام. طيب لسه في 2 ما اتاخدوش. اوكي انا بفكر في جروب كبيره. في ناس بتقول طب ما ناخد الاثنين مع بعض في جروب وخلاص. لا انا ممكن من الاثنين دول اخدهم مع الاثنين اللي جنبيهم، يعني ممكن الجروبس دي تبقى اوفرلابنج، ممكن تبقى راكبه فوق بعض. تمام يبقى الوحيدين دول ما اخدهمش لوحدهم، ده انا ممكن اخدهم في جروب 4. يبقى البريفيربل ان انا اخد جروب 4 مش 2. يبقى هناخد دول مع بعض في جروب 4. اوكي خلاص كل الوحيد اتاخدت في جروبس، يبقى انا كده خلصت الخطوه دي. الخطوه اللي بعديها اكتب الفانكشن. كنا بنكتب الفانكشن ازاي؟ قلت هتمشى جوه الجروب واشوف مين الفاريبلز اللي ما بتتغيرش لما اتحرك جوه الجروب. نمسك الجروب الحمراء دي، لو انا اتحركت في الاربع مربعات بتوعها مين الفاريبلز او الفاريبل اللي قيمته ما بتتغيرش؟ لو اتحركت من هنا لهنا الاكس ثابته. اوكي يبقى الاكس ثابته في الاربع اماكن، العمودين دول الاكس فيهم ثابته. طيب لو اتحركت من فوق لتحت الزد بتتغير، يبقى ما ينفعش. والواي اصلا كانت بتتغير لما اتحركت من هنا لهنا. يبقى الفاريبل الوحيد اللي ثابت في الجروب الحمراء دي هو مين؟ الاكس. طيب ثابت بكام؟ بصفر ولا بواحد؟ ثابت بصفر. يبقى هنقول اف بتساوي الفاريبل اللي ما بيتغيرش هو ده اللي باخده. لو كان بزيرو باخده بار، لو كان بواحد باخده زي ما هو. يبقى هنا الاكس بما انها ثابته بصفر يبقى هنقول الاف هتساوي اكس بار. ده بالنسبه للجروب الحمراء. طيب الجروب السوداء مين الفاريبل اللي ما بيتغيرش فيها؟ كده الزد بتتغير، كده الاكس بتتغير، الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش لما اتحرك من العمود ده للعمود ده هي الواي، والواي بتساوي واحد. يبقى هنا اور واي. بس ادي الفانكشن بتاعتي اوبتمايزد من غير ما اعمل بوليان الجبر، من غير ما اعمل اي حاجه. اوكي طلعت لي كده على طول. اللي هيشتغل بالبوليان الجبر ويقعد يختصر المفروض يوصل برضه لنفس النتيجه دي. تمام؟ اوكي؟ طيب تحبوا نفيريفاي ونحاول نعملها بالبوليان الجبر ونشوف هنوصل لنفس الحل ولا لا؟ هنعملها بسرعه. اوكي. تعالوا من هنا عدد لوحات كتير فهشتغل على الاصفار. اوكي؟ هشتغل على الاصفار فهقول اف بار بتساوي اف بار هتساوي كام؟ صفر 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 واحد واحد صفر صفر. يبقى الاف بار بتساوي واحد في الحالتين دول اللي هما اكس واي بار زد بار اور اكس واي بار زد. تمام؟ طيب دي الاف بار، خلي بالكم مش الاف. طيب نحاول نختصرها شويه. لما نختصر دي هتلاقي الاكس واي بار هنا موجوده والاكس واي بار هنا موجوده. يبقى ممكن اخدها كومن فاكتور. يبقى اف بار بتساوي اكس واي بار، صح كده؟ طب نجيب الاف بقى هتساوي الانفرس بتاع الكلام ده اللي هو اكس واي بار عليه انفرتر. طب ما خلاص دي مورجان بتقول ايه؟ الكلام ده هيتحول الى اكس بار اور واي. ده اللي احنا وصلنا له من الكي ماب مباشره، ما اضطرتش اشتغل خالص ببوليان الجبر. اوكي؟ واضحه ولا مش في حد مش فاهم؟ ناخد مثال تاني. نكتب بس الرول الاول.
فور ايتش جروب هندور على الفاريبلز اللي هي ما بتتغيرش جوه الجروب، تمام، وبعد كده بنكتب الفانكشن على طول. اوكي طيب ناخد مثال تاني علشان الموضوع يثبت في دماغنا اكتر. تعالوا نشوف المثال ده ونحاول ان احنا نعمل له كيماب عشان نختصره شويه. اوكي طيب في ناس بتقول طيب احنا ما عندناش ترو ستيبل هعمل ايه؟ الموضوع سهل برضه، ممكن اشتغل من هنا على طول او ممكن اطلع من دي ترو ستيبل، بس احنا ممكن نشتغل على طول. فحاليا نشتغل على طول، هنرسم عندنا كام فاريبل هنا. واضح ان في ثلاث اسماء ظاهرين اللي هم الاكس والواي والزد، يبقى عندنا ثلاث حاجات. يبقى كي ماب بثلاثة variables. اوكي الاكس والواي قيمهم هنحطها زي ما اتفقنا 0 0 وراها 0 1 وبعدين نقلب على 1 1 ونرجع ل 0 1 بعدين. يبقى 0 0 0 1 1 1 وبعدين 1 0. اوكي خلي بالكم من دي عشان في ناس كتير قوي بتغلط وتحط لي القيمة دي غلط. لو حطيتها غلط يبقى الاوبتمايزيشن بتاعها غلط. اوكي الزد 0 1. طيب تعالوا نبص على الفانكشن دي. الفانكشن دي بتقول ان اف بتساوي ثلاث حاجات اورد مع بعض. الحاجه الاولانيه اكس بار واي، يعني هندور على الحتت اللي فيها الاكس ب 0 والواي ب 1. فين هنا في الجدول اكس ب 0 وواي ب 1؟ العمود ده كله على بعضه، تمام؟ ادي هنا الاكس ب 0 والواي ب 1 في الخانه دي، وفي الخانه دي بحقق الشرط ده، يبقى ده هيملى لي الاثنين دول. اوكي طيب فين الخانات اللي فيها اكس ب 1 وزد ب 0؟ نفكر اكس ب 1 فين، نعلم عليهم عشان ايه اللي مش واخد باله. اكس ب 1 في العمود ده والعمود ده، صح؟ وزد بزيرو في الصف ده، يبقى تقاطع العمودين دول مع الصف ده هيدينا الخانه دي والخانه دي. اوكي يبقى الترم ده اكس بواحد زد زيرو هيدينا الخانتين دول، تمام. اخر واحده اكس بار واي بار، فين الحتت اللي فيها اكس بزيرو واي بزيرو؟ هو العمود ده بس، اكس بزيرو واي بزيرو، يبقى هنا واحد واحد، تمام. طيب خلاص مليت الترو ستيبل، مليت الكي ماب، اقدر على طول اطلع الفانكشن. نعمل جروبس. عندنا هل في جروبس من 8؟ لا ما عندناش. هل جروبس اوف 4 موجوده؟ اه ممكن ناخد الاربعه دول مع بعض. اوكي يفضل لي واحدين ما اتاخدوش لسه، اخدهم في جروب برضو من 4 مع الاثنين اللي فيهم. يبقى على طول نقدر نقول ان اف بتساوي الجروب الحمراء، مين اللي ما بيتغيرش فيها؟ الزد ثابته وقيمتها صفر، يبقى زد بار على طول. الجروب السوداء اللي ما بيتغيرش فيها مين؟ الاكس ما بتتغيرش وقيمتها زيرو، يبقى على طول يديني هنا اكس بار. الجروب بحاول زي ما اتفقنا ناخد جروب تكون اكبر ما يمكن
اكبر ما يمكن، وبشرط السايز بتاعها يبقى 2 باور حاجه، يعني السايز بتاعها 8 يا 4 يا 2 يا 1، ويكونوا الوحايد جنب بعض. يعني ايه جنب بعض؟ يعني بيكونوا شكل مربع او شكل مستطيل، ما ينفعش اخد حاجات دياجونال مع بعض. طيب انا هنا ما عنديش 8 وحايد، يبقى مش هفكر في الثمانيه، هفكر في الاربعه. اوكي، تقدر تكون لي جروبس من اربع وحايد في الرسمه دي؟ هنا في اربع وحايد هم مع بعض، ممكن اخدهم مع بعض. طيب خلصت دول، ينفع اخد تاني جروبس من اربع وحايد؟ ممكن اخد الاثنين دول مع الاثنين دول يعملوا لي اربعه. ممكن الجروبس تبقى راكبه على بعض، مش مشكله، تمام، ممكن مشتركين في جزء عادي، ممكن الجروب دي مع الجروب دي يتقاطعوا في حته، مفيش مشكله. وانس ان انا خلصت الوحايد كلها، خلاص مفيش وحايد فري، كلها متاخده جوه جروبس. نبدا نكتب بقى الفانكشن بتاعتي، امشي جوه جروب اشوف مين الفاريبل اللي ما بيتغيرش. في الجروب الحمراء دي الاكس والواي عاملين يتغيروا، لو انا اتحركت من هنا لهنا 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 الاكس والواي هيتغيروا، لان هنا هتلاقي الاكس بزيرو، هنا هتلاقي الاكس بواحد، يبقى الاكس مش معايا. هنا هتلاقي الواي بواحد، هنا الواي بزيرو، يبقى الواي مش معايا. انما الحاجه الثابته في الجروب كلها مين؟ الزد. وبتساوي كام؟ بتساوي صفر، يبقى نكتب زد بار. الجروب اللي بعديها الاكس ثابته، لو اتحركت من هنا لهنا الاكس بزيرو، الواي بتتغير مش هاخدها، الزد بتتغير مش هاخدها. يبقى لما اتحرك جوه الجروب السوداء دي، الحاجه الوحيده اللي ثابته في الاربع اماكن هي الاكس، وبتساوي صفر، فنكتب اكس بار. يبقى الفانكشن دي لو عملت لها مينيمايزيشن المفروض في النهايه توصل للشكل ده. اوكي، طبعا لو لعبنا شويه بالبوليان الجبرا ممكن نوصل، لكن هنا دي طريقه دايركت على طول بتوصلني للحل، تمام. وبتبان قيمتها قوي لما يبقى عدد الفاريبلز كبيره، يعني 2 ما كانتش باينه قوي قيمتها، 3 بدات تبان، 4 هتلاقيها بتسهل علينا الحياه قوي. ليه بقول لما اخد جروب كبيره بيبقى افضل؟ لان بتقلل عدد الفاريبلز. انا لو خدت جروب من اربع وحايد طلع لي فاريبل واحد بس، انما لو افترض ان انا خدت الجروب دي بس كنت هلاقي تو فاريبلز ما بيتغيروش، اللي هم الاكس والزد. كان لو خدت ده كان هيطلع لي الترم اكس زد بار فيها اتنين فاريبل، في حين لما خدت جروب اربعه بقى فيها فاريبل واحد. تمام كده؟ اوكي، ناخد مثال تاني، في حد مش فاهم؟ ناخد مثال تاني بيوضح برضو بعض الحالات الخاصه. تعالوا نتفرج على الكيس دي. واضح انها 3 فاريبلز اكس واي وزد، يبقى لازم نرسم الكي ماب اللي هي ب3. اكس بار واي بار زد بار موجودة فين؟ معناها ايه؟ اكس بار واي بار زد بار معناها 0 0 0 موجودة فين دي؟ فوق خالص على الشمال، هي اكس واي ب 0 0 وزد ب 0، يبقى هي دي. خلي بالكم من حاجة كمان هقول لكم عليها دلوقتي. المعادلة فيها 3 فاريبلز، لما يبقى في ترم 3 فاريبلز ظاهرين ده بيمثل في الكي ماب خانة واحدة. لو كان 2 فاريبل ظاهرين ده بيمثل خانتين، 3 فاريبل 1 فاريبل ظاهر بيمثل 4 خانات. اوكي، فكل ما بزود كل ما الترم ده بيزيد عدد الفاريبلز اللي فيه بتقل لي عدد الخانات اللي هنا. اوكي، طيب يبقى دي بيمثل خانه واحده. الاكس واي بار موجوده فين؟ معناها ايه اكس واي بار؟ معناها الاكس بواحد والواي بزيرو. فين؟ العمود الاخراني اللي هناك ده، اكس بار اكس واي بار. اخر خانه، اخر ترم، اكس بار واي بار زد، يعني 0 0 وزد بواحد، اللي هي دي. طب نبدا نعمل جروبس، هل عندنا جروب 8؟ ما عندناش. عندنا جروب 4؟ في ناس بتقول لا. هو ليه بقى
يعني زي ما اتفقنا ان دي كانت اسطوانه واتفردت، يعني ده يعتبر جنب ده، فدول مع دول ممكن يتاخدوا في جروب. تمام، هي جايز مش باينه في الرسمه لان احنا فكينا الاسطوانه وفردناها بقت على سطح واحد، لكن دول يعتبروا جنب دول. يبقى نفهم من كده ايه؟ ان الليفت موست سايد بتاع الكارنوف ماب بيعتبر ادجيسنت للرايت موست سايد بتاع الكارنوف ماب. اوكي، نكتبها برضو هنا عشان ما ننساهاش. تمام. طب يبقى من لما نلاقي المنظر ده ممكن ناخد جروبس اوف 4 حتى لو هي مش باينه. لا، هي جروب، هي دي عباره عن جروب من اربع وحايد. ادي الجروب اهي، الوحيدين دول متاخدين مع الوحيدين دول. اوكي، يبقى الفانكشن دي بتساوي كام؟ على طول نمشي في الجروب ونشوف مين الفاريبل اللي ما بيتغيرش او الفاريبلز اللي ما بتتغيرش. مين فيهم في الجروب دي كلها؟ الواي هي اللي ثابته والواي بتساوي صفر، يبقى اف بتساوي واي بار. اوكي، نفس الحل ده كان ممكن نوصل له لو عملنا بوليان مانيبيوليشن على الايكويشن اللي فوق دي. اوكي تمام، في اي سؤال؟ طيب، يبقى دي الكي ماب اللي بثلاثه فاريبل. ناخد ندخل على الفور فاريبل كي ماب. اي سؤال قبل ما فيش؟ فور فاريبل كي ماب. طيب، واضح انها اربعة فاريبل، يبقى عندي كم خانة في الماب؟ كم؟ 16 خانة. يبقى الماب شكلها مختلفة، الماب دي فيها 8 بس. ففور فاريبل كي ماب، لنفترض ان عندي فانكشن اف في اكس و دبليو اكس واي زد، واحد اداني فانكشن بالشكل ده. تعالوا ناخد مثال على طول. طيب، ادي كي ماب او ترو ستيبل كان بيدي مواصفات فانكشن معينه ليها اربعه فاريبل. عاوزين نطلع اصغر فانكشن بتؤدي الوظيفه دي. اوكي، طيب طبعا ممكن زي ما اتفقت تبدا تمسك
الترو ستيبل ده، تشوف امتى الاف بتساوي واحد وتكتب شويه ترمات وبعدين نقعد نختصرهم. لكن ممكن على طول نشتغل بالايه؟ بالكيماب. الكيماب شكلها عامل ازاي في الحاله دي؟ الكيماب هتبقى فيها 16 خانه، يعني اربع صفوف واربع اعمده. اوكي طيب، عندي اربعه فاريبلز، هاخد اثنين منهم احطهم على الاتجاه هوريزونتال اللي هم مثلا الدبليو والاكس، والاثنين التانيين احطهم على الاتجاه الفيرتيكال اللي هم الواي والزد. نفس الرول في النمبرينج بتاعنا، هنكتب 0 0 و 0 1 و 1 1 ما تنسوش، وبعدين 1 0 تيجي بعدين. اوكي 1 1 نفس الحكاية في الاتجاه ده، هنكتب 0 0 0 1 وبعدين برضو هنا 1 1 وبعدين 1 0. اوكي ما تنسوش ال 1 1 بيتكتب قبل ال 1 0. ليه بركز عليها؟ لان بعد كل ده بلاقي ناس بتنسى برضو. اوكي 0 0 0 1 وبعدين 1 1 1 0. فلسفه من كده ايه؟ ان ما اخليش العمود يختلف عن اي واحد جنبه الا في سنجل بيت. يبقى هنا العمود ده 0 1 بيختلف عن ده في البيت الاولانيه بس، لما اروح من هنا لهنا هيختلف في البيت الثانيه بس، المهم في واحد بس بيت اللي بيتغير. نفس الكلام على الصفوف. اوكي طيب، نملى الترو ستيبل بالفانكشن اللي احنا شايفينها. اول واحده 0 0 مع 0 0، يبقى ادي 0 0 مع 0 0 هتديني دي. اوكي الحاجه الثانيه 0 0 مع 1 0، يبقى 0 0 هنا مع 1 0 اللي هي دي. اوكي خلصنا دي. اللي بعديها 0 1 مع 0 0، يبقى دي 0 1 و 0 0 هنا. اوكي اللي بعديها 0 1 مع 1 0، يبقى 0 1 مع 1 0 تحت. الخمسة هتبقى 0 1 مع 1 0، خدناها خلاص. احنا كده حطينا في حاجة ناقصة؟ 0 1 مع 0 1 ما خدناهاش، 0 1 مع 0 1 هنا ما خدناهاش. اوكي 0 1 مع 0 1 خلاص. اوكي طيب كده خدنا خمس حالات. الحالة السادسة 1 0 مع 0 0، ال W وال X ب 1 0 اهي مع 0 0، يبقى الخانة دي. الحالة السابعة 1 0 مع 1 0 اللي هي تحت هنا. التامنة 1 0 مع 1 1، 1 0 1 1 هنا. التاسعة 1 1 مع 1 0، 1 1 1 0 اهي. العاشرة 4 وحايد ل 1 1 مع 1 1. طيب ادي شكل الكيماس. نفكر فورم جروبس اوف وانز. نجرب الاول في اكبر سايز بتاعنا 16. هل عندي 16 واحد؟ ما عنديش، يبقى ننزل على الاقل اللي هو كام؟ 8. ينفع اعمل جروب اوف 8؟ هل شايفين 8 وحايد ممكن يتجمعوا مع بعض؟ ما فيش برضه. اوكي ما فيش 8 وحايد ممكن يبقوا ادجيسنت لبعض. ننزل على السايز الاقل، في اربع وحايد ممكن ناخدهم؟ في كذا اوبشن بقى في الاربع وحايد. اوكي الاول الاربع وحايد اللي تحت دول ظاهرين، ممكن ناخد الاربعه دول. وبعدين الوحدين دول مع الاثنين دول يدوني اربع وحايد برضو. ايه تاني ممكن اخد؟ اربعه تاني ولا خلاص كده زي ما اتفقنا؟ دي كانت اسطوانه، وبرضو مش اسطوانه بس في لو انا لفيتها كده، لو لفيتها برضو من الناحيه الثانيه، يعني نقدر نقول ان التوب رو يعتبر ادجيسنت للبوتوم رو. يبقى احنا هنا كنا بنقول ايه؟ ليفت موست سايد اوف ذا كي ماب از ادجيسنت تو ذا رايت موست سايد. في رول زيها بتقول ان التوب رو از ادجيسنت للبوتوم رو. بمعنى ايه؟ لو عندي الماب كده، الصف اللي فوق والصف اللي تحت
يعتبر adjacent. اوكي طيب هنا في اربع وحدات كمان ممكن ناخدهم ولا خلصنا كده؟ مين فين الاثنين اللي فوق دول مع الاثنين اللي تحت ممكن ناخدهم مع بعض في جروب، يبقى دول اهم مع دول. طيب في اربع وحدات تاني؟ نعم فين ده مع ده، بس دي هيديني جروب اوف 2. انا بفكر الاول في الاربعات، الاربعات خلصوا خلاص. طيب هقول لكم حاجه، دي مع دي مع دي مع دي، الاربعه اللي في الاطراف خالص الكورنرز يعتبروا جنب بعض. ليه؟ لان ده جنب ده وده جنب ده، فالاربعه اللي على الحروف خالص ممكن اخدهم في جروب مع بعض اربعات. اوكي يبقى الاربعه دول اوكي الكورنرز يعتبروا مع بعض جروب واحده فيها اربع وحايد. هل هنا الواحد ده انا لسه ما خدتوش؟ في واحد يقول ممكن انا اخده مع اللي تحت او اخده مع اللي هناك يبقى عملت جروب اوف 2. في حاجه احسن ان انا اخده في جروب اوف 4، يبقى لو خدت الاربعه دول مع بعض يكون لي جروب اوف 4. يبقى نعمله بلون مختلف، ناخد دي مع دي مع دي مع دي في جروب اوف 4. اوكي طيب فاضل واحد ما اتاخدش، الواحد ده ما اتاخدش خالص لسه، نعمل ايه؟ ينفع نحطه في جروب اوف 4؟ خلاص ما عادش فيه 4 خلاص، يبقى ممكن ناخده في جروب 2 مع ده. طيب يبقى احنا عملنا جروبس كتيره، نبدا بقى نكتب الفانكشن بتاعتي. اوكي اف هتساوي كام؟ نمسك الجروب اللي تحت خالص، الاربع وحايد اللي تحت، الجروب الزرقاء الكبيره دي. هسالكم سؤال، الجروب الزرقاء الكبيره دي ليها لازمه؟ كل الوحايد اللي في الجروب اللي تحت متاخده في جروبس اخرى. الواحد ده متاخد في جروب، والواحد ده متاخد في الجروب الثاني، والواحد ده متاخد في الجروب اللي هي تحت وفوق ونفس الشيء. يبقى الجروب دي ريداندنت. اوكي ليه؟ لان كل اللي فيها متاخد في حته تانية، يبقى هي ملهاش لازمه. لو كتبت مش غلط، ولكن ده مش احسن حل، وبالتالي الجروب دي ممكن ما نستخدمهاش. ليه؟ لان كل الوحايد اللي لو انا شلتها مش هخسر حاجه، هلاقي كل الوحايد اللي فيها اوريدي متاخدين في حتت اخرى. يبقى الجروب اللي تحت دي ما كانش لها لازمه اصلا. تمام طيب نمسك الجروب الحمراء دي، الترم بتاعها يطلع كام؟ مين اللي ما بيتغيرش في الاربع مربعات دول؟ الدبليو ثابته والواي ثابته. اوكي الدبليو بواحد والواي بواحد، يبقى دي عباره عن دبليو واي. يبقى خلصنا الجروب الحمراء دي، خلاص نعمل عليها علامه عشان ما ننساهاش. الاربع وحايد اللي هما الاثنين دول مع الاثنين دول، مين اللي ثابت فيهم؟ الدبليو بزيرو والزد بزيرو، يبقى دبليو بار زد بار. يبقى الجروب الزرقاء الاربع وحايد دول دبليو بار زد بار. طيب الاربع وحايد بتوع الكورنرز، الاربعه اللي على الاطراف، مين اللي ثابت فيهم؟ الاكس ثابته بصفر والزد ثابته بصفر، يبقى اكس بار زد بار. طيب كده كتبنا الجروبس الاربعات، فاضل لي جروب واحده اتنينات اهي، كام دي؟ مين اللي ما بيتغيرش في الجروب الصغيره دي؟ الدبليو ما بتتغيرش والاكس ما بتتغيرش والواي ما بتتغيرش، قيمهم كام؟ الدبليو بزيرو يبقى دبليو بار، والاكس بواحد يبقى اكس،
والزد الواي بزيرو يبقى واي بار. ادي الاوبتمايزد فورم بتاع الفانكشن الكبيره دي اللي كنا لو عملناها بالبوليان الجبرا كان ممكن اقعد اكتب ال 10 صفحات على ما اوصل للحل ده. تمام، يبقى الكيماب جابت لي الحل مباشره. تمام، القواعد بسيطه خالص، يعني التريكه اللي فيها انك ازاي تكون الجروبس بتاعتك بحيث تكون اكبر ما يمكن. الحاجه اللي ناخد بالنا منها الادجيسنسي، في حاجات في الرسمه شكلهم مش جنب بعض بس هم جنب بعض، زي الطرف اليمين مع الطرف الشمال، التوب مع البوتوم، والاربعه كورنرز دول ممكن يتاخدوا مع بعض. اوكي، في اي سؤال؟ الجروب دي مع دي مع دي مع دي، مش في جروب احنا عملناها من اربع وحايد اللي هم ده وده وده وده؟ طيب اتحرك جوه الاربع خانات دول وشوف مين الفاريبلز اللي ما بتتغيرش. اوكي، لو ما اتحرك من هنا لهنا الاكس ثابته، اوكي، وبصفر، يبقى عشان كده حطينا اكس بار. ولما اتحرك من هنا لهنا الزد ثابته وبزيرو، زد هنا بزيرو وزد هنا بزيرو، يبقى اكس بار زد بار. هي دي اللي بتسال عليها؟ تمام، يبقى الاربعه اللي على الاطراف دول ادوني اكس بار زد بار. عاوز تكون جروبس اوف تو من حقك، ولكن مش ده الحل كويس. اوكي، خلي بالكم ده ما يعتبرش جنب ده، احنا قلنا ده ممكن يبقى جنب ده وده ممكن يبقى جنب ده، انما الاثنين الدياجونال دول مش جنب بعض. امتى اقدر اخدهم؟ لو عندي ده وده وده وده، في الحاله دي باخدهم اربعات، يعني بالظبط زي ما يكون عندك حاجه زي كده. ممكن اخد ده مع ده؟ ما ينفعش، لكن ممكن اخد الاربعه مع بعض لو هما موجودين، انما ده لوحده مع ده لوحده لا. كيف نفس الحاله، ده مع ده ما يتاخدش، وده مع ده لوحده ما يتاخدش، انما لو الاربعه مع بعض ممكن يتاخد. اوكي، طيب اي سؤال تاني؟ ناخد مثال اخر. طيب فانكشن جايبها لي في صوره سم اوف برودكتس، اوكي، فعاوزين نحول كل برودكت زي ما قلت الباينري نمبر وبعدين نشتغل عليه. طيب واضح انها اربعه فاريبلز، فهنرسم كي ماب اللي هي فيها 16 خانه. تمام، كويس قوي. نبدا بالترم الاولاني زيرو. زيرو يعني كام؟ نفكر كده، نفردها على اربعه بيتس هتبقى ايه؟ زيرو 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 زيرو، صح كده؟ دي اللي هي الزيرو اهي. يبقى تحط فين في الكيماب؟ زيرو زيرو مع زيرو زيرو اهي. الواحد زيرو 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 واحد، يبقى تقاطع الزيرو زيرو مع الزيرو واحد، زيرو زيرو مع الزيرو واحد اهي. عندنا بعد كده 2 0 0 1 0، يبقى تقاطع ال 0 0 مع ال 1 0 اهي. وعندنا 4 4 بتتكتب 0 1 0 0،
يبقى تقاطع الزيرو واحد مع الزيرو زيرو، ادي زيرو واحد وزيرو زيرو هنا. الخمسة تكتب زيرو واحد زيرو واحد، يبقى زيرو واحد مع زيرو واحد اللي هي المكان ده. الستة زيرو واحد واحد زيرو، يبقى زيرو واحد مع واحد زيرو اللي هي هنا. تمانية واحد تلات صفار، يعني تقاطع الواحد زيرو مع زيرو زيرو، واحد زيرو مع زيرو زيرو هنا. التسعة واحد زيرو زيرو واحد، يعني تقاطع الواحد زيرو مع زيرو واحد اللي هي دي. وبعدين الاتناشر اللي هي واحدين صفرين، يبقى تقاطع الواحدين مع الصفرين. والتلاتاشر اهي واحدين مع زيرو واحد. الاربعتاشر تلات وحايد صفر، يعني واحدين مع واحد صفر، واحدين مع واحد صفر تحت يعني. تمام، يبقى احنا مالينا الفانكشن. اه اتفضل. نعم ممكن ممكن اوكي، يعني هتشوف مين اللي هم مش مكتوبين وهتملى الباقي. اوكي ينفع برضه. خلاص يبقى احنا ملينا الكي ماب، خلصنا الخطوه الاولى. نبدا الخطوه الثانيه بتاعتنا، نعمل جروبس. عندي 16 ما عنديش، عندي تمانيات، عندي جروب 8 كبيره حلوه هيك. اوكي في تمانيات تاني؟ ما فيش تمانيات، لا في اربعات ممكن، تمانيات لا، في اربعات ممكن. اخد الاثنين دول مع مين؟ مع الاثنين اللي فوق اللي زيهم. في اربعات تاني؟ في اربعات تاني، فين هي؟ الاثنين دول مع الاثنين دول. اوكي انا ليه عمال اخد؟ لان لسه في واحد فري ما اتاخدش في جروب، فعشان كده مضطر اعمل له جروب، فهناخده في جروب اوف فور. هناخد الجروب دي كده مع الاثنين دول كده. يبقى عندنا كام جروب؟ ثلاثة، واحدة تمانية واثنين أربعات. يبقى على طول هنقول الاف بتساوي كام؟ في الجروب التمانية دي مين اللي ما بيتغيرش؟ الواي ثابتة وبصفر، يبقى على طول واي بار. اور الجروب الأربعة الاثنين دول مع الاثنين دول مين ما بيتغيرش في الجروب دي؟ الزد ثابتة والدبليو ثابتة، يبقى دبليو بار زد بار. الجروب اللي جنبها الاثنين دول مع الاثنين دول، الاكس ثابتة والزد ثابتة بصفر، الاكس هتبقى بواحد يبقى اكس، والزد بزيرو يبقى زد بار. ادي الفانكشن بتاعت المعادلة الكبيرة اللي كانت فوق دي. تمام، ادي المختصر بتاعها جبته مباشرة على طول بمجرد النظر من غير ما اقعد اعمل بوليان الجبرا ولا اي حاجة. اوكي تمام، ناخد مثال اخير على الفور بيتس. مثال الأخير اف بتساوي
طيب عاوزين نختصر الفانكشن دي من غير ما نفكر في البوليان يعني الجبرا. هرسم الكي ماب ونبدا نملاها. الكي ماب فيها اربعه فاريبلز واضح اسميهم اي بي سي دي. طيب هنملاها ازاي؟ المعلومه دي بتقول ايه؟ A0 B0 C0. طب فين بقى؟ فين؟ ندور هنا فين الـ A والـ B؟ اهم 0 0 يبقى ادي العمود اللي فيه AB 0 0. اوكي؟ عاوزين كمان السي ب 0. السي ب 0 فين؟ هنا وهنا، يبقى ادي الصفين اللي فيهم السي ب 0. تقاطع الاثنين مع بعض يدينا خانتين، العمود ده مع الصفين دول هيدوني هنا ده وده. يبقى الترم ده ملالي خانتين هنا في الترو ستيب في الكي ماب. تمام؟ حد مش فاهمها؟ بدور على الحاجات اللي فيها A ب 0 B ب 0 C ب 0. اتفضل. نعم؟ مش فاهم الحته دي تاني، بص لي على دي. دي معناها ايه؟ الـ A بكام والـ B بكام والـ C بكام؟ 0 و0 و0. فين في الجدول ده الـ A ب 0 والـ B ب 0 والـ C ب 0؟ العمود ده هو الوحيد اللي فيه الـ A والـ B بصفار، الاتنين مع بعض بصفار اهم، العمود ده. صح؟ عمود واحد فقط بيحقق لي الشرط ان A بصفر وB بصفر، يبقى ادي العمود ده. فاضل لي السي ب 0، فين الحاجة اللي فيها السي ب 0؟ الصفين دول، هنا السي ب 0 وهنا السي ب 0. يبقى عشان التلاتة يتحققوا دول مع بعض أشوف تقاطع العمود ده مع الصفين دول. أوكي؟ يبقى الخانتين دول هم الوحيدين اللي بيحققوا الشرط ده ان A بصفر وB بصفر وC بصفر. تمام؟ طيب اللي بعديها نمسح الاسهم دي عشان ما نتلخبطش. اوكي. بدور على حتت يكون فيها البي بزيرو. اوكي؟ لو دور الترم ده معناه ايه؟ معناه بي بتساوي صفر والسي دي بتساوي واحد زيرو. صح كده؟ الترم ده بيقول لي ان البي بصفر والسي دي بواحد زيرو. يبقى فين الحتت اللي فيها بي بصفر؟ العمود ده فيه بي بزيرو والعمود ده فيه بي بزيرو. اوكي. فين الحتت اللي فيها سي دي بواحد زيرو؟ سي دي بواحد زيرو اهي. يبقى تقاطع العمودين دول مع الصف ده. تمام؟ يبقى الخانه دي والخانه دي. يبقى الخانتين دول بيحققوا لي الشرط ده. ان بي بزيرو والسي بواحد والدي بزيرو. اوكي؟ في حد مش فاهم دي بتعمل ازاي؟ طيب الترم اللي بعده اربع حاجات، زيرو واحد ده بالنسبه للاي والبي، وواحد زيرو بالنسبه للسي والدي. يبقى تقاطع العمود بتاع زيرو واحد مع واحد زيرو، زيرو واحد مع واحد زيرو اللي هو ده. تمام؟ اوكي؟ اكمل؟ طيب اخر واحد ده بيقول لك ايه؟ نمسك الاي والبي بالاول. الاي والبي لازم يبقوا واحد صفر والسي تبقى زيرو. فين في الجدول الاي والبي بواحد صفر والسي بزيرو؟ اي وبي واحد صفر يعني العمود ده، السي بزيرو هنا وهنا. يبقى تقاطع العمود مع الصفين دول هيدونا الخانتين دول. تمام؟ اي سؤال؟ خلاص يبقى احنا حولنا كل واحد من دول الى شويه وحايد وملينا بيها الكي ماب. نفكر في جروب 8 ولا مفيش؟ مفيش. في جروب 4؟ في جروب 4، الاثنين دول مع الاثنين دول. في اربعات تاني؟ الاربعه اللي في الكورنرز ممكن يتاخدوا مع بعض. يبقى ممكن ناخد ده. الأربعة اللي في الكورنرز دول مع بعض. فاضل واحد ما اتاخدش، يتاخد فين ده؟ يتاخد مع اللي جنبه وخلاص، مفيش أربعات تاني. يبقى ده يتاخد مع اللي جنبه. طيب يبقى الحل على طول F هتساوي الجروب الأربعة اللي هما الاتنين دول مع الاتنين دول هيدوني إيه؟ نمسك الأول، هل الـ A ثابتة؟ لا الـ A بتتغير. البي ثابته؟ اه. البي بزيرو يبقى بي بار. السي ثابته؟ اه سي بار.
الدي لا يبقى بي بار سي بار. يبقى الجروب الزرقاء دي عملت لي بي بار سي بار. الجروب اللي هي على الاطراف اللي هي باللون الاحمر مين فيهم ما بيتغيرش؟ نمشي الاول هوريزونتال ونشوف مين ما بيتغيرش وبعدين نمشي فيرتيكال. هنمشي هوريزونتال يبقى البي هي اللي ثابته يبقى بي بار. ونمشي من هنا لهنا السي بتتغير لكن الدي ثابته يبقى دي بار. اوكي يبقى خلصنا التو جروبس اللي هي فورز. فاضل لي جروب السوداء بس. مين ما بيتغيرش في الجروب السوداء؟ الاي ثابته بصفر و سي بواحد والدي بزيرو يبقى سي دي بار. يبقى ادي المختصر بتاع الايكويشن اللي فوق بعد ما عملنا لها اوبتمايزيشن. في حاجه صعبه؟ في اي حاجه محتاجه حفظ في الماده دي لحد دلوقتي؟ طيب الحمد لله.